أهلا بكم مشاهدينا الأفاضل إلى برنامج عن قرب. أقاموا الدنيا ولم يقعدوها في صفقة القرن تنديدا واستنكارا بانتهاكات أسس وقواعد السلام في فلسطين المحتلة، لكن السلام أصبح له طعم آخر لدى الملك وحكومة المغرب، حيث تحول وتغير مفهوم السلام لديهم، كما تحولت وتغيرت مواقفهم من مدافعة إلى بائعة لسمعة شعب بأكمله مقابل تغريدة على تويتر. وأمام هذا تظل الجزائر واقفة متمسكة بمواقفها في ظل هذه العاصفة التهويدية، فما هي تداعياتها على المغرب والجزائر والمنطقة برمتها؟ للإجابة على هذه الأسئلة أنا أسعد اليوم في برنامج عن قرب باستضافة السيد عبد الرحمن سعيدي، قيادي في حركة مجتمع السلم وبرلماني سابق. أهلا بك سيدي. مرحبا. سيد سعيدي، قبل أن نخوض في ملف التطبيع، بداية أريد منك قراءة لكلمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التي قرأها للأمة يوم أمس. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد. أما بعد، شكرا على هذه الدعوة في هذا الظرف بالذات، وخاصة بالأمس كنا تابعنا عن طريق التلفزيون والشاشات الذكية وغير ذلك خطاب موجز لرئيس الجمهورية وهو في مرحلة علاج ومدة شهر ونصف، وكانت وضعيته ومرحلة مرضه تحت المزايدات وفي سوق مفتوح على كل الاحتمالات الذي صنعها أو صنعتها بعض المواقع وبعض اليوتيوبر وبعض كذا، الذين أزعجوا بها وشوشوا وأقلقوا عموم الجزائريين. فأولا الجزائريين كانوا قلقين على صحة الرئيس من جهة، وما زاد في قلقهم وهي تلك القراءات وتلك الإشاعات وتلك الأراجيف وتلك الأكاذيب التي كانت بعناوين مختلفة، مصادر مقربة، مصادر قريبة عنا، كل هذا ساهم في تشويش على الجزائريين والقلق والحيرة. نظن أولا خروجه ولو بدقيقة أو ثلاث دقائق مدة الخطاب والكلمة أبطلت مفعول السحرة، هذه ما نسميهم السحرة، وقطعت الطريق أمام التأثيرات، أبطلت مفعولهم وأعادتهم إلى المربع الأول، وهو المربع الأول رئيس جمهورية في منصبه، معناتها منصبه أنا رئيس جمهورية في حالة مرض. ونظن أن عموم الجزائريين، وهذا لمسته أنا بالأمس، تلاقينا من مكالمات لقائنا مع الناس اليوم الصباح كذا، وجدنا ارتياح أن الآن تنحت من جزائري غشاوة كانت على نظره وعلى عقله وهموم بأن الرئيس في يتعافى وفي صحة، كما قال أنه سيعود بعد أسبوعين أو ثمانين يتعافى. إذن هذا حقق ارتياح، وذلك كانت رسالة للداخل والخارج. طيب، على ذكرك رسالة إلى الداخل والخارج، تطرق رئيس الجمهورية في رسالته التي نشرها على حسابه الرسمي على تويتر إلى الأوضاع السياسية وفي المنطقة، وقال أن الجزائر قوية وأقوى مما يعتقد البعض، واستشهد بمقولة الراحل عبد الرحمن التعالبي، كما أكد أن ما يجري كان متوقعا في إشارة إلى التحركات الأخيرة للمغرب في الصحراء الغربية وصفقة التطبيع مع الكيان الصهيوني. فعلا، وكانت إشارة ذات دلالات، لأن إشارة لم يفصل رئيس الجمهورية في الوضع بصفة عامة، ولكن في ثلاث نقاط. النقطة الأولى هو التوقع أن تطور المنطقة داخلة على 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 أوضاع استثنائية وعلى أوضاع خطيرة ولا أوضاع تهديدات بالنسبة للمنطقة كل والجزائر بصفة خاصة، هذا بانت من كلمة تعالي. ثانيا، إعلام الرأي العام الداخلي الوطني، لأن بالدرجة الأولى تطمين الإعلام على الرأي العام الداخلي، وأيضا رسالة للرأي العام الخارجي ومنها إلى المغاربة والمنطقة بأن الجزائر ليست الجزائر كما تتصورونها، بل هي أقوى. بمعنى هو ليس فيه تحديد، وهذا أنت عندما تكون أمام خطر
تتوقعه يزيد. كذلك مواجهة الخطر مفتوحة على كل شيء، احنا مواجهتنا للخطر والتهديدات مفتوحة، ولذا قال أقوى مما تتصورون، بمعنى الجزائر لها من إمكانات ومن قدرات ومن الجبهة الشعبية أو الشعب وكذا ما يسمح لها أن تؤدي أدوار ودور لحماية الحدود وحماية أمن الجزائريين وحماية أمن المنطقة. منطقة. هذا الأمر، بمعنى إذا كان هناك تجاوز هذا الأمر إلى التهديد فالجزائر مستعدة لها قدرة على الصد. هذا النقطة الثانية اللي كانت دارة. النقطة الرابعة، النقطة الثالثة للجبل، بمعنى أن الجزائر تتابع وتتوقع وتستبق وتقرأ الأحداث على المدى البعيد. ماش قضية خلت حتى البارحة وصلت باش شفناها، شايفينها جاية وكنا شايفين. أنا شخصيا على مستوايا كنت نكتب، ما عنديش المستوى الكافي اللي نقدر نشوف. طيب كلش الوزير الأول عبد العزيز جراد قالها صراحة وعلانية، الصهاينة على حدودنا الآن الأمر، وأن الأمر ليس لعبة، وجب على الجزائريين التوحد فيما بينهم، أليس كذلك سيد سعيدي؟ فعلا من التطبيع مع الكيان الصهيوني مع المغاربة مع المغرب هو نقل هذه الحركة الصهيونية، وإن كانت عندهم جالية يهودية، نقل الحركة الصهيونية بشكل رسمي، بشكل رسمي على الحدود وتنشط بكل حرية. وهذا الكلام أنا ذكرني كلام قاله أحد الكبار الصهاينة عدو من أعداء الفلسطينيين والأمة العربية إسحاق شامير، لما كانت منظمة عليه وكانت قال كلمة في الثمانينات، قال لا تحسبوا أن الجزائر بعيدة عنا، وسخر الناس من هذا الكلام لأن الجزائر بعيدة على الكيان الصهيوني وعلى فلسطين المحتلة بسبعة آلاف إلى ثمانية آلاف كيلومتر. قال لا تظنوا أن الجزائر بعيدة عنا، سخر الناس من هذا الكلام. لكن يعني ما يقول يعني لا، الناس أولا هؤلاء الصهاينة عندهم الوقت، هذا التطبيع اللي تصوروا بزاف الناس يقولوا تم في تغريدة وتم في كذا، ليس صحيح. هذا التطبيع تم بمخطط وبعمل لسنوات على مستوى العالم العربي وعلى مستوى أنظمة الحكم وعلى مستوى قضايا الأمة العربية وعلى مستوى تعقيدات النظام العربي. وفما بدأ مساره في 77 في تطبيع كام دافيد، هذا مكان واد عربة بدأ مسار المرأة الآن المرحلة اللي نعيشها هي مرحلة لما صفقة القرن هذه اللعينة هذه صفقة إلى بيع وتصفية القضية الفلسطينية نهائيا، لما كان هناك رفض وهناك صعوبة في تنفيذها تطبق صفقة القرن بمشاهد. المشهد الأول هو هذا التطبيع الفج، هذا التطبيع ما هوش في تطبيع فج، لأن أنا نشوف تطبيع اللي راه في بعض الدول تطبيع لا معنى له، تطبيع هو نذاله ودناءه وخيانه للقضيه، خيانة اكثر من خيانه. سيد سعيدي، يعني ما هي حقيقه او خطوره الوضع، تطبيع الكيان الصهيوني مع المغاربه والتصريح الذي قاله الوزير الاول عبد العزيز جراد، ما هي نوعيه او خطوره الموقف؟ الان باش نكونوا في الصوره في الراي العام وحتى المواطن البسيط يسمع، كيان صهيوني وطبع مع المغرب ووجوده في على حدودنا. ما معنى ذلك؟ بمعنى عنده تواجد رسمي. التواجد الرسمي اللي يمكنه اولا ان ينشئ منصات استخباراتيه، منصات استخباراتيه، منصات اعلاميه، منصات ارهاب، منصات ترويج المخدرات، تهريب الاموال، تهريب الاثار، كل هذه المنصات، كل شيء، لان الصهاينه يخدموا كلش، بمعنى هما ماشي قضيتهم يحسنوا العلاقات وطيب، هما يدمروا العلاقات، هما يكيدون المكائد. هذا الموضوع السلام هو موضوع وهمي، حتى المغاربة اللي يعتقدوا بلي هذا سلام، مش سلام، ما عنده سلام، هما يدركون ذلك، هما يبحثون عن موطئ قدم في اولا في المغرب العربي او في شمال افريقيا، موطئ قدم في غرب افريقيا، لان كي تقول المغرب المسألة ماشي واقفة عند الجزائر، راهي رايحة منا حتى السنغال وغامبيا وتمشي حتى هذيك، وكان كان تطبيع مع السودان اللي يمس تشاد ويمس الساحل،
نيجيريا، نيجر، يعني وضعت يدها بمعنى ما نقولكش كذا، ولكن هذا على مستوى التخطيط، على مستوى الاستهداف. فوجود سيناء أولا منصة استخباراتية بامتياز، بامتياز. ثانيا مسألة على بالك احنا نعاني مع المغرب في المخدرات، والمخدرات ما معنى مخدرات؟ مخدرات كان جونكسيون، كان واحد التقاطع. المخدرات يتقاطعون مع الأسلحة، يتقاطعون مع تجارة البشر، يتقاطعون مع الهجرة غير الشرعية، فهمت؟ يتقاطعون مع تبييض الأموال. هذا أول سيد سعيد. يعني المعروف أنه الملك المغربي محمد السادس هو رئيس لجنة القدس التي تدافع على القدس وقدسية تلك الأرض المباركة، لكن نتساءل اليوم هل سيبقى على رأس هذه اللجنة أم يقدم استقالته؟ شوف، يقدم استقالة يبقى في هذه الجماعة عنده حتى معنى هذه اللجنة في الأرض الميدان لما تأسست. لكن راهو يترأس شيء مقدس، يعني معليش، وهو قام بالتطبيع مع الكيان الصهيوني. دونك انت تتكلم، هو الآن هذه تأسست في إطار مجلس التعاون الإسلامي، الاتحاد الإسلامي، تأسست وسندت هذه وقت البابا محمد حسن الثاني، وكان الهدف تاع هذه اللجنة هو الحفاظ على المقدسات من التهويد، كذاب على المقدسات من الحفريات، حفاظ على المقدسات على الأوقاف، حفاظ على المقدس. ما هذا المعنى؟ بمعنى هذه مدينة مقدسة وحرمنا ثالث وقبلتنا الأولى. إذن عند هذا المعنى عند المسلمين لما تولى المغرب رئاسة اللجنة تولى في هذه الأبعاد. الآن نتكلم قبل التطبيع المغربي، قبل التطبيع، هذه اللجنة ماذا قدمت للقدس؟ الآن فيه هدم، فيه حفريات، فيه تهويد المنطقة، استيطان، فيه استيطان، فيه منع الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى، في حرمان، فيها انتهاك حرمة هذه المقدسة، في أشياء كثيرة، في ناس ما يقدرش يجيب تصاريح باش يعاود يبني داره داخل الأقصى من القدس. معناه وش أنا نقول؟ يعني لم يكن دوره فعالا، قبل اللجنة بصفة عامة فعالة في قبل على أرض الواقع، شوف كانت يعني اسم فقط. قبل أن نقول ما عندوش حق يترأسها بعد خيانة هذه، بعد هذا البيع الدنيء ما قدم، ما بعد البيع. السؤال الأول، ماذا قدم هذا رئيس لجنة القدس هي المغرب؟ ماذا قدم للقدس ووضعية القدس؟ أنا أشوفوها، ما هو الدعم المالي للقدس؟ ما هو الدعم المالي للحفاظ على تراثنا، تراثنا المقدس والأقصى في هذا المدى؟ لا شيء. يجيب قدم تغير. أين إذا شفنا، نجيب لي الآن مؤتمرات التعاون الإسلامي، إذا كشنار طلع المغرب وقدم تقريب اسم هذه اللجنة، دي شرف هذه اللجنة فقط، ولكن دنس هذا الشرف بالتطبيع، دنسه بالتطبيع، ومع ذلك كان عليه أن يتنحى من رأسها. أستطيع ربما تعود رئاسة اللجنة إلى بلد أو شخصية ممكن أن تقدم إضافة. ما شوف، شكونوا صرحاء، هذا الآن نحن في حاجة إلى دعم فلسطين كاملة، فهمت المسألة؟ حتى تسجيل القدس ومثلا إدارة المسجد الأقصى الضفة الغربية موكلة إلى الأردن. أنا نقول مع التطورات ونوصلت القدس ما بقاش عندها معنى هذه اللجنة القدس. وثانيا أن الملك المغرب لا يحق له هذا الشرف، لا يستحقه. إنسان لا يستحق هذا الشرف، بحكم هذا الشرف لا يدافع عن شرف القدس إلا الشريف، إلا الشريف. مادام دنس نفسك، دنس نفسك، نجس نفسك بهذا التطبيع، وانا نشوفه كيف راهو ماشي الآن، لأن ذوك تبدأ تخرج، لأن القضية مش بتوقف اعتراف في الصحراء الغربية ومسألة التطبيع، بل أبعد من ذلك، بل قضية راهي في عملية. أنا أخشى على المغرب وعلى الشعب المغربي من التهويد، تهويد التوجه. يعني على ذكرك تهويد التوجه، اليوم يعني تم إدراج الثقافة اليهودية في المناهج التدريسية. شوف، لا ينكر أحد أن هناك جالية وهناك أقلية موجودة، لكن تم إدراج الثقافة اليهودية في المدارس. أنا جايك بالنقطة، وجود يهود في المغرب وكش لي ينكر حقيقة تاريخية. حتى الجالية يعني في اليهود من أصول مغربية في اليهود 700,000 مغربي. أنا جايك الموضوع وجود اليهود في المغرب كما كانوا في القاف المغرب العربي موجود. الحمد لله احنا في الجزائر اليهود اللي كانوا عندنا مشاو للدوكري كريميو،
هذاك الوقت اللي في بدايه 1900 وراحوا صادقوا ورفضوا وضعيه لي سوجي وراحوا لا سيتوينتي فرونسيز وخذوا الموقف مع الدوله الفرنسيه وصاروا بمنطق الاستعمار مع المحتلين. ولذا كان طبيعي بعد الاستقلال خروجهم اذا ما طردناهمش على اساس الجرائم يخرجوا على اساس مواطنين فرنسيين. واليهودي اللي بقى اللي كان وقف مع الثوره هنا ولا هناك ظل في الجزائر لم يمسوا الاذى. هذه مساله. اذا ما تقدرش تقول عندنا جاليه ولا فئه اقليه يهوديه في الجزائر. بالنسبه للمغرب يختلف الوضع. هما عايشين عاشوا مع الملك عاشوا مع العرش جزء من المجتمع المغربي. الان اذا كانت ثقافه والتاريخ اليهودي يقرا ينقرا في المغرب ما تحتموش على المسلمين يقراوه. تحتموش يعني هذا تطبيع كما كما ينبغي يعني تطبيع بين الكيان الصهيوني وزاد تم ادراج الثقافه اليهوديه في المناهج التدريسيه. انا نقول لك يعني تطبيع شامل. الذريعه اللي يتذرع بها اصحاب التطبيع باللي احنا دوك خاطر كي تقول له كيف تقري الثقافه اليهوديه وتعاود تقري ودخلها في المناهج وتحب تردد يقول لك يا خويا هذا يا هذا مكون موجود في لا انا عندك مكون ولا عندك يقرا ثقافته عنده. طيب ما الفائده انت الان تقرا على مستوى المدارس الابتدائيه وكذا قرا ثقافه مش من ثقافتك. طيب سيد سعيدي كان ينتظر من جماعه حزب العداله والتنميه في المغرب الذي رفض التطبيع او رفض التطبيع او على الاقل الاستقاله كيف لا وهم يعني من نددوا ورفضوا واستنكروا صفقه القرن عبر كما نقولوا عبر بيانات واقاموا الدنيا واقعدوها واليوم يعني ساروا في نهج الملك محمد السادس. هو طبعا حزب العدالة والتنمية تحصل وجوده في الحكومة بحكم حصوله على أغلبية في البرلمان والقانون البرلمان يطلب يشكل حكومة. ولكن إدارته للحكومة واقترابه من سياسات الملك وغير ذلك أنا ما كنت أتوقع شخصيا على المستوى الشخصي لما وقع هذا الطبيع ما كنتش متوقع منهم موقف غير موقف اللي خذاوه وهو المسايرة الملك وتبرير التطبيع وعدم مواجهة هذا التطبيع بأي طرق سياسية الموجودة. لكن عادة كانوا يعني في مثل هذه المواقف يقيمون الدنيا ويقعدون. أنا بالنسبة لي ما كنتش نستنى منهم موقف أكثر من هذا باش نكون صريح. كثير من الإسلاميين في الجزائر وخارج الجزائر كانوا ينتظروا وكثير من الاغراب كانوا ينتظروا باللي سينتفضون وسيقدموا استقالتهم ويصعدوا بحكم السوابق اللي عرفتها من المغرب المسيرة المليونية ورفض صفقة القرن اللي تمت في مراكش والرباط وتلك المعارضة الشرسة ومحاضرات والدفع نحو عدم التطبيع وحتى التصريح تاع رئيس الحكومة تصريحه يدل على أمر واحد صرح في 26 أوت عند الأمانة الحزب العثماني سعد العثماني صرح في أمانة الحزب في اجتماع وكنا احنا ذلك صرحوا صرحت الرئيس تبون صرح قبله في مسألة التطبيع ومسألة موقف الجزائر من القضية الفرنسية كان واضح جاء ومن جاء موقف وكان موقف تاع تونس يعني كان استنكر على ذكرك رئيس الحكومة لا حافظ كان استنكر كان استنكر ورفض هو يعني اقرا لك يعني بعد لا لا ما قاله حول رفض بلاده لعمليات التطبيع مع الكيان الصهيوني حيث قال ان الاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني هي خطوط حمراء بالنسبه للمغرب وتابع قوله موقف المغرب باستمرار مالكا وحكومه وشعبا هو الدافع على حقوق المشروع للشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى وشدد على أن كل التنازلات التي تتم في هذا المجال هي مرفوضة من طرف المغرب. فماذا حصل الآن؟ الذي حصل أنهم أدخلوا توازنات وطنية وأدخلوا المصلحة الوطنية على حساب قضية مركزية. الآن دافع على قضيتك الوطنية من وجهة نظرك تشوف باللي الصحراء الغربية هي أقاليم جنوبية وراك تسترجع في السيادة وتستكملها لكن هذا لا يدفعك أن تبيع قضية. ثانيا إذا راك إذا أنت في الحكومة أنت العثماني ولا الأحزاب المغربية ولا الملك الديوان الملك ينظر أن هذه القضية الصحراء الغربية هي قضية استرجاع سيادة ماذا يقدم لك اعتراف هنا أو اعتراف هناك. احنا في أيام الثورة كانوا ماشي معترفين بالثورة الجزائرية
وفرضنا ما استنيناش اعتراف دولي، ولكن الذي كنا نحتاجه هي وقفة الشعب الجزائري، وتم تحقيق الاعتراف بعد 58-59 بدأ الاعتراف. بس الاعتراف ما يمنعكش من أخذ الحق. إذا أنت عندك حق في هذه الأرض كما تتصور، كيف أنت الآن تستنى تبيع من أجل كسب اعتراف هنا وهناك؟ وأي اعتراف؟ أي اعتراف؟ هذا اعتراف تاع تغريدة تاع ترامب ناقضتها كل تصريحات الآن، تصريحات غوتيريس أمين عام لهيئة الأمم اللي قال لك هذا اعتراف الجزئي والفردي تاع الدول، ما يغير والو من حقيقة المجلس الأمن ومن حقيقة المسار في الصحراء الغربية اللي هو تقرير مصير، تقرير مصير وتصفية استعبار. هذه أنت مشكلتك الآن، ماشي مشكلتك ترامب يعترف ولا ما يعترفش، مشكلتك روح لمجلس الأمن وقلب له النظرة تاعه ورد بلي هذه أرضك. مجلس الأمن ليس يعني حتى يعني الوزارة الخارجية الروسية اليوم قالت أن التطبيع بين الكيان الصهيوني ودول عربية لا يجب أن يكون على حساب القضية والشعب الفلسطيني. طبيعي مش مقبولة. ثانيا من وجهة قاعدية، هذا هنا احتلال وهنا احتلال. كيف تبيع احتلال باحتلال؟ كيف تبيع احتلال باحتلال؟ أنت الآن المنطقة اللي تمشي به، ما أنت كيف نسأل نفسي، نسأل إخواننا والمغاربة، ونعرف كثير مغاربة رغم في حالة انهيار. على ذكرك حالة الانهيار المغاربة، يعني ما هي دعواتك لرجال ونساء حزب العدالة والتنمية الشرفاء والغيورين على شرفهم وشرف فلسطين وشرف الشعب المغربي؟ هو إذا جينا باختصار إذا جينا إلى المواقف، مواقف كثيرة من داخل، علاش انا نهضروا على الوضع الداخلي في المغرب على الاحزاب؟ ماشي من باب التدخل في الشان، لانهم خرجوا للشان الدولي. لو كان بقاو غير في قضيه مغرب يقولوا او يقولوا مكري الصحراء تاعهم، ولكن لما خرجوا هما خرجوا طعنونا بهذا التطبيع. هذا نعتبره طعن في الخاصره، طعن لجيران. ما تقولون يعني هذا المناظره الشرفاء والشعب المغربي اسمح لي، هذا الموقف الموقف اللي تاخذوه العداله والتنميه والبيان اللي قريته هنايا، هذا الموقف لا يشرف نظامهم السابق. لا يجيب يعني تنزيل جايك انا جايك لا يشرف نظامهم السابق ولا يعكس نظامهم السابق. دونك باي اعتبار تقول لي بتوازنات ونبقى في الحكومه، الحكومه مستهدفه مستهدف فينا، هذه اعتبارات لا ترتقي الى القضيه الفلسطينيه. لان الان هذا الموقف سيعطي للصهاينه وما داروا يدير رايهم، سيعطي للصهاينه أن يمدوا رجليه في كل اتجاه داخل فلسطين، يفعلوا ما يريدون أكثر مما تتصور. حتى يعني أنا أقول يعني، ولكن كين نحمد كين الله، هناك مواقف أخرى هناك مواقف أخرى لشرفاء في المغرب ولنخب في المغرب ولأحزاب، حتى أحزاب إسلامية. نذكر جماعة العدل والإحسان اللي كان موقفهم واضح في هذا التطبيع وسموها فاجعة وخيانة، وموقف أيضا حركة. لكن الذي يهم هو الصوت العالي عند الإسلاميين والعدالة والتنمية. هو لم يكن هذا الموقف في مستوى القضية الفلسطينية، ولم يكن في مستوى نضالات الشعب الفلسطيني، ولم يكن في مستوى نضالات الأمة العربية، ولم يكن أيضا في مستوى حقوق الجيران. طيب سيد سعيد، يعني فيهم من وصل به الأمر بالحديث باسم الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، ووصل بهم الأمر للحديث على التطبيع، بل أراد بعضهم أصحاب النفوس الضعيفة للزج بالاتحاد العالمي للعلماء المسلمين في هذا المستنقع، حيث فند الاتحاد هذا البيان بقول الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين لم يصدر منه أي تهجم ضد الجزائر، بل يكن لها منتهى الود والاحترام، وبارك موقفها المشرف حول قضيتنا الأولى، وكل ما صدر عن الاتحاد في هذا المجال هو إدانته لتطبيع المغرب وغيره مع المحتلين لقدسنا وأراضينا. شوف وينقت بهم، يعني كان أطراف حقيدة سولت لهم أنفسهم للحديث باسم الاتحاد، فرد عليهم وفند ما قالوا. شوف، صاحب الحجة الضعيفة وصاحب الخطيئة
صاحب الخطيئة أول حاجة ماذا يفعل؟ يريد أن يعلق خطيئته على غيره، وثانيا يريد أن يتنصل من مسؤوليته في هذه الخطيئة. أنا هذا اللي قلت اتحاد وموش بيان الاتحاد، الاتحاد كذب، أمين قرداغي قرداغي كذب وقال لم ينشر الاتحاد أي بيان، موقفنا من فلسطين والتطبيع واضح وكذا، ولا علاقة لنا بمشاكل الدول. هذه من جهة. الذي نشر باش يكون يعرف الرأي العام، الذي نشر على موقع الاتحاد هو الدكتور عبد السلام البلاعجي، هذا رئيس جمعية الاقتصاد المغربية، رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي ورابطة المغرب العربي للاقتصاد الإسلامي. هذا وأنا كتبته ردا له، ردا عليه في هذا الأمر، كتب ودرت صريح قال باللي واحدة ما ليش باختصار خلي نكملها بر باش الإنسان يفهم. عمري ما شفت واحد من واحد هكذا يجي ويصدموا له على داره ويقبل بالغريب في داره ويدخل الغريب في داره يفعل ما يريد الغريب في داره، ومن بعد يقول لك انا باش دخلت وخد جاري غلق الطاقة عليا. الان تقول انت رحنا للتطبيع باسكو النظام الجزائري والجزائر متشددة في موقف صحراء غربية، احنا يا اضطرنا، بمعنى انت ما عندك سيادة، انت ما عندكش موقف، انت ما عندكش حرية في الموقف، بمعنى هذه حجة ضعيفة. وما فعلوه هذا لا يليق به، لان الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين الاتحاد فيه كل الأجناس، عندنا جزائريين منهم جمعية العلماء المسلمين عندهم عضوية في الاتحاد، فلسطينيين رابطة علماء فلسطين وكتبوا أراهم ردوا عليه، رابطة علماء ردوا ماهوش حقك هذا الاتحاد، هذا الاتحاد يجتمع في مداولات ويصرح. طيب سؤال أخير، ما هي تداعيات التطبيع على المغرب في حد ذاته؟ تداعيات على المغرب هو يفقد المغرب قراره السياسي، يفقد قراره السياسي، فهمت؟ ويكون طرف الصهيوني شريك في القرار، وكانت هناك نفوذ وتأثيرات وتطبيع بشكل الآن يولي واضح، بمعنى سننتظر مواقف سياسية من المغرب ليست مواقف مغربية صرفة إلا وكانت ما 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 قرارات تطبخ في مخابر في جنبي، بمعنى سنواجه بمواقف سياسية ليست مغربية لأن تم صهيونية. هذا هو حبيت أقول الأمر توابل صهيونية. الأمر الثاني وهو حركية الأموال. اليهود عندهم قوة مالية وعندهم استثمارات وعندهم قدرة على اختراق الأسواق، عندهم قدرة على اختراق الاستثمار، إذن راح تكون استثمارات وراح تكون المغرب سوقا صهيونية. الآن سوق أوروبية سوق فرنسية راح تولي سوقا صهيونية بيمتين، وراح يكون فيها زيادة على، احنا قاعد نعيش أوضاع اجتماعية صعبة لأزمة اقتصادية، راح تزداد شدة الأزمة، لأن اليهود الصهاينة نعرفهم في العالم احتكاريين وعندهم يتحكموا في أقوات الناس، بمعنى أنا أقول الله يكون في عونهم، المغاربة راح يكونوا أمام امتحان صعب. سيد سعيد شكرا لك على هذه، الأحرار والشرفاء يتصرفون. شكرا لك سيد عبد الرحمن سعيدي على كل هذه التحليلات وعلى قبولك الدعوة. شكرا إلى هنا مشاهدينا الكرام نأتي إلى نهاية هذا العدد، شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.